تنضم إلينا من بغداد رئيسة منظمة الخلود الإنسانية في العراق خلود الشمري. مرحبا بحضرتك سيدة خلود. بداية من حيث الأزمة الغذائية التي تضرب العالم، العراق ليس بعيد عنها بالتأكيد، كيف يؤثر ذلك على الوضع العراقي اجتماعيا، خصوصا مع وجود منحنيات متصاعدة لخط الفقر في العراق؟ تحية طيبة لقناتكم الكريمة ولكل المشاهدين الكرام. طبعا احنا نشوف حاليا ونعيش أزمة اقتصادية مع الأزمة العالمية اللي نعيشها من خلال مثلا أزمة أوكرانيا، الأزمة هذه ما يخص الأزمة الخارجية، أما الأزمات الداخلية اللي تأثر تأثير مباشر على المواطن العراقي، تشوف يعني تشكيل الحكومة والتصارع على من يكون في الحكومة الجديدة، هذه كلها أثرت، وارتفاع الأسعار الدولار وأسعار السلع اليوم، هاي كلها أثرت تأثير سلبي على المواطن العراقي، بل على الأسرة العراقية. تشوف عدد البطالة، عدد ما يعني الأرامل، الأيتام، هاي كلها أثرت تأثير سلبي، ويعني نتائجها وخيمة بالمستقبل إذا لم تكن هناك خطط استراتيجية، إذا لم تكن هناك إدارة للأزمات، وخاصة الأزمة الاقتصادية اللي يعيشها هو العالم بأكمله. لكن اليوم العراق مختلف تماماً عن بقية دول الوطن العربي أو العالم، كون العراق غير مستقر لحد الآن أمنيا، غير مستقر سياسيا اقتصاديا، فلذلك نشوف يعني إذا كان ارتفاع الأسعار سيدة خلود يدخل 71 مليون شخص داخل خط الفقر في العالم، ما الذي سيدخله خط الفقر هذا على العراقيين؟ يعني كيف سيؤثر على شكل النسيج الاجتماعي في العراق؟ ردات اجتماعية لابد أن تحدث لا سمح الله إذا ما وقعنا في هكذا منحنى للفقر خطير جدا. أستاذ الكريم، إحنا يعني نعيش وضع اقتصادي سيء، يعني إحنا حاليا كمجتمع عراقي لدينا كثير من العوائل، كوني أنا رئيسة منظمة عندي عوائل تحت خط الفقر، يعني اليوم لدينا يعني عدد هائل من الأرامل، عدد هائل من الأيتام، من المطلقات، من المتعففين، مع ازدياد أعداد البطالة من الشباب العاطلين عن العمل، هاي كلها أثرت تأثير سلبي. اليوم انتشرت الجريمة، اليوم انتشر العنف الأسري والتفكك الأسري، هاي كلها أثرت تأثير على النسيج المجتمع العراقي. للأسف الشديد اليوم يمكن أنا أقول الحكومة في وادي والمجتمع العراقي في وادي، يعني هاي التأثيرات يمكن لو أي حكومة اليوم بأي بلد سواء كان عربي أو الدول الغربية لوجدت حلول، لكن احنا من 2003 الى هذا اليوم لم نجد من الحكومه خروج من هاي الازمه، يعني ماكو خطه استراتيجيه، ماكو خطه بعيده الامد لتعالج هاي حالات الفقر. يعني اليوم لدينا اعداد من الاطفال اللي متسربين من مقاعد الدراسه واللي يتسولون بالشوارع، لدينا اعداد من الشباب اللي للاسف يعني تجدهم بالشوارع، تجدهم بالمقاهي، بالكوفيات، بدون عمل. هاي كلها تأثيرات على المجتمع العراقي. تشوف انتشار الجريمة، انتشار المخدرات، يعني وين الحكومة، وين خططها الاستراتيجية؟ نشوف احنا اليوم تصارع على كيف الحزب الفلاني او الحكومة شلون تتشكل، والمجتمع العراقي يتصارع، وهناك أزمة حقيقية بأزمة اقتصادية من خلال الأسواق ورفع السلع. اليوم السلع الاستهلاكية يعني يوم بعد يوم تزداد. اليوم المواد الغذائية يمكن أي عائلة عراقية اليوم ما متمكنة اقتصاديا أو العفو ما عندها راتب، ما تقدر اليوم تشتري بطل الزيت. اليوم بطل الزيت 4000 دينار، خصوصا اليوم مع أزمة وجود الشباب العاطلين عن العمل التي وصلت إلى نحو 3.5 مليون شاب عراقي عاطل عن العمل. هل تعتقدين أن الحكومة الجديدة مثلا أو المساعي الجديدة منذ 2003 حتى هذه اللحظة يمكن أن تستدرك حال الشاب العراقي 3,500,000 شاب عراقي عاطل عن العمل؟ هل هنالك مؤشرات لذلك؟
هناك مؤشرات خطيرة. ماكو أنا ما دا أشوف أكو حلول أستاذ الكريم. اليوم يعني أي حكومة سواء كانت من يعني أنا أتحدث لك من 2003 لهذا اليوم ما شفت حكومة عملت خطة استراتيجية لمدة 5 سنوات 10 سنوات. هاي الخطة الاستراتيجية شلون يعني تنمي قدرات الشباب، شلون تشغل الأيدي العاملة. لدينا شباب يعني غير الخريجين، عندنا شباب اللي هم اللي بدون مهنة أو يعني اليوم تحصيلهم الدراسي الابتدائية أو الأمي. هاي الأعداد الهائلة أثرت على المجتمع العراقي. تشوف اليوم المشاكل كثرت، اليوم التفكك الأسري، القتل، الجريمة، كلها هاي بسبب الأزمة الاقتصادية اللي يعيشها المجتمع العراقي. يعني أين الحكومة من هؤلاء الشباب؟ أين الحكومة من هؤلاء الأرامل والأطفال الأيتام؟ يعني اليوم أنا من خلال مجيئي للقناة كل 10 أمتار أنا أشاهد أطفال بعمر 5 سنوات و3 سنوات هم يتسولون أو يمسحون الجام مال السيارات. وين المسؤول عن هاي الأطفال؟ وين المسؤول عن الأرامل، عن المطلقات؟ يعني أخل أحكي لك فد شيء عن الشرائح المهمشة. أكو نساء اليوم مطلقات لديهن نفقة، تعرف المصارف العراقية أحدى يعني المحاكم أو التنفيذ 5 أشهر 6 أشهر ما يقدرون يستحصلون الراتب اللي هو النفقة بسبب الإجراءات الروتينية، بسبب الموظف يعني هو الفساد يبتدي من الموظف فصاعدا. فللأسف اليوم ما عندنا التخطيط، ما عندنا ولاء أو انتماء لهذا البلد بشعورهم لمعاناة المواطن البسيط. لولا هاي الناس أو المنظمات المجتمع المدني أو التكاتف والتكافل الاجتماعي لكان هناك يعني أزمة حقيقية بالمجتمع العراقي. نعم، رئيسة منظمة الخلود الإنسانية في العراق خلود الجمري كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا.